وهذا الأمر تسبب في تأخر الشباب عن الزواج، وتسبب في تأخر الفتيات عن الزواج، وأصبح بعض البيوت فيه عدة فتيات، ربما يصل بعضهن إلى عمر 30 وهي لم تتزوج بعد، وكل ذلك بسبب غلاء المهور. وربما بعض العادات في بعض البلدان تمهر الأسرة كلها، فيدفع مهرا للزوجة، بقي شيء يسمونه للأب وآخر للأم وآخر للعم وآخر للخال وآخر للقرية إلى غير ذلك من التكاليف المضنية التي يسلكها كثير من الناس. وربما بعض الأسر يشترطون صالات معينة للأفراح تستأجر بمبالغ باهظة، أو أنهم يشترطون وليمة عند الخطبة، ووليمة عند العقد، ووليمة عند الزواج، ويشترطون شروطا كلها مرهقة وكلها مضنية، وهذه كلها عوائق أمام الزواج. إن هذا الأمر يا معشر المسلمين تسبب في مشاكل كثيرة، فربما حرم بعض الفتيات من الزواج، وربما توفيت قبل أن تتزوج. رجل هكذا فعل بابنته وحرمها من الزواج حتى وصلت إلى فراش الموت، فاستدعت أباها وهي تشعر بالموت، فقالت: يا أبي قل آمين. قال: آمين. قل آمين. قال: آمين. قل آمين. قال: آمين. قالت: حرمك الله الجنة كما حرمتني من الزواج، وماتت. كيف يتخلص من هذه الدعوة؟ كيف يتخلص من هذا الظلم الذي عاشه مع ابنته وهي تكابد حياة العزوبة؟ مرت زهرة شبابها، ومرت أيام شبابها، وذهب كله، وهي تنتظر أن يقتنع أبوها أن يزوجها، وهو لا يبالي بها ولا ينظر إليها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا أيها المسلمون، على الرجل العاقل أن يعلم أهمية الزواج، وأنه لا بد من الزواج. عقل الفتى ليس مغني عن مشاورة، كعفة الخود لا تغني عن الرجل. يقول: إذا كنت صاحب رأي مهما كان رأيك حسنا وثاقبا فلا تستغني عن من يشاورك. قال: كعفة الخود، والمراد بالخود المرأة، كعفة الخود لا تغني عن الرجل. يقول: مهما كان عفافها فإنها لا تستغني عن الرجل، لا تستغني عن الرجل. كم ممن ينتظرون الزوج المليوني لا يدري إلا وابنته حقلى من الزنا يتمنى أن يزوجها ب20,000 أو بالمجان أو يزيد من عنده. نعم، إذا قد أصبح يبحث عن طريقة لاستخراج الجنين من بطنها، ومن مستشفى إلى مستشفى ليجد طبيبة مجرمة تتساعد مع الزانيات في استخراج ما في بطونهن. نعم، فأنت من أسرة شريفة، الرجل من أسرة شريفة، إذا به قد تمرغ عرضه ثم يرجع يلومها، هي ملومة ولكن أنت ملوم، وأنت تنتظر ذلك الرجل الذي يملك المبالغ الطائلة لتزوجها عليه، لتجعلها وسيلة من وسائل المكاسب من أجل أن تأخذ من ورائها مالا باهظا. اتق الله أيها الأب، اتق الله أيها الأب، خف من الله عز وجل. سلوا من في المستشفيات، كم من حالات
الشهار تمر بهم، سألوهم كم من حالات انتحار تمر بهم يشربن السموم من أجل أن يقتلن ما في بطونهن، كم من حوادث نسمع بها في قتل أسر لبعض بناتهن بسبب الزنا، كل هذا من التفريط. وهكذا يكون السبب في ذلك إلى جانب غلاء المهور ما يحصل من المغتربين من طول غربتهم وبعدهم عن أهليهم، فلا يدري إلا وامرأته قد زنت والعياذ بالله. اتقوا الله أيها المغتربون، تأكدوا أن الله لن يضع لكم البركة في مكتسباتكم وقد ابتعدتم عن زوجاتكم، إن لها حق عليك، إن لها حق عليك. ما الفائدة بالأموال إذا كنت تعيش حياة العزوبة وامرأتك كذلك؟ فاتق الله أيها المغترب الذي حرمت نفسك من أهلك وحرمت أهلك من نفسك، اتق الله في نفسك. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أمرنا أن نعيش في بيوتنا حياة صالحة، حياة على الاستقامة والدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.